تتوالى خرجات إخوان محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني وعضو حركة التوحيد والإصلاح والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد انتشار فيديو له رفقة خطيبته في شوارع باريس. آخر المدافعين عن الوزير المراهق هو رئيس حركة التوحيد والإصلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الرسومي الذي فضل الهجوم على خطيبة وزير متهما إياها بتوريطه. وكتب الرسومي مقالا على موقع الرسمي تحت عنوان خطيبتان من نوع جديد، ربط فيه بين قضية يتيم وقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل بالقنصلية السعودية بتركيا باسطنبول، ملمحا إلى احتمال وجود مؤامرة وراء قضيتين قائلا: إذا كان التطير والتشاؤم ممنوعين في الإسلام فإن التفكير والتساؤل مسموحان، وقد يكونان في بعض الحالات محمودين ومفيدين لأنه لا بديل عنهما إلا التغافل والتعامي. في المغرب يتحدث الناس عن الأخ العزيز الأستاذ محمد يتيم، دائما قول أحمد الرسومي. في المغرب يتحدث الناس عن الأخ العزيز الأستاذ محمد يتيم وخطيبته، وفي العالم كله يتحدث الناس عن الصديق الكريم الأستاذ جمال خاشقجي وخطيبته. وأضاف أحمد الرسومي: وكل من يتيم وخاشقجي شخصية سياسية وازنة ومؤثرة، واليوم لكل منهما قصته مع خطيبته. خطيبة الأول تسببت لخطيبها في ورقة متنوعة الصور ومتنقلة الأماكن، ويبدو أنه نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إن ربي لطيف لما يشاء. أما خطيبة الثاني فتسببت خطوبتها في مصير المجهول لخطيبها، فقد تم استدراجه من أمريكا إلى بدعوى إتمام الخطبة والزواج، ثم استدرج للدخول إلى قنصلية بلاده دون أن تدخل معه خطيبته التي بقيت بالباب، وهناك اختفى وطمست آثاره، ونسأل الله له الفرج والسلامة. واعتبر الرسول أنه إذا كان الخطيبان معا قد دفع ثمنا باهظا ومهرا فادحا بسبب هذه الخطوبة، فإن الخطيبتين معا تعيشان في أمان وسلام. متسائلا: فهل علينا أن نفسر كل من الخطبتين وتوابعهما بكامل السذاجة والغفلة؟ لقد أمرنا أن نحكم بالظاهر، هذا صحيح، ولكن التساؤلات المريبة تفرض نفسها وتبقى عالقة في انتظار أن تنكشف الأمور. لكن تحليل الرسومي أثار السياء العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن بينهم الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي الذي كتب في تدوينة على حسابه فيسبوك قال فيها: الشيخ أحمد الرسومي سكت ظهرا وخرج لينطق كفرا، ففي احتقار تام للمرأة وتبييض سلوكات صديقه الخارجة عن القانون والأخلاق، قال: إن خطيبة الوزير يتيم هي من ورطته في الصور المتنقلة الأماكن، وكأن يتيم طفل قاصر يحب النساء كأي من الدمى. مضيفا أي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، مضيفا: للأسف العقل الفقهي التقليدي غالق في الذكورية ولا يرى في النساء سوى شياطين يحاولن التلاعب بالمؤمنين الصالحين ودفعهم إلى كتبت نعيمة الحاروري معلقة على مقال الرسومي في تدوينة عنوانتها بمنتهى القرف: كلما تتورط أحد من الفهيد أو من أذنبه يطلب علينا فقيه البترودولار بالتبريرات الوهجية والتلفيقات البائسة. آخر ما جادت به قريحة العلامة أحمد الرسومي والذي يفترض أن يراقب الله فيما يقول هو اتهام خطيبة صديقة الوزير يتيم بالتآمر عليه وتوريطه. انظروا إلى أي درجة يحتقرون المرأة. تبا أشعر برغبة في التقيؤ، دائما الكلام نعيم الحروري. وكتب عبد المنعم بيداوي قائلا: الرسول يشير إلى احتمال أن تكون خطيبة وزير محمد يتيم تعمل لجهات معينة، الشيخ يؤسس لضرورة سادسة يضيفها إلى الضرورة الخمس، ضرورة طهرانية الإخوان من كل عيب وبالأخص الوزراء.